عدم المساواة سواء في منح الأموال وفي منح المدخرات المالية وحتى في نوعية الإطارات التي ترسل للولاية لتسير الولاية والدائرة وغير ذلك. إذا سنعمل على أن تكون الولايات كلها تحظى بالفرص في إطار العدالة والمساواة. المؤسسة الاقتصادية في الفلاحة وفي الصناعة وفي الخدمات بالمساواة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التكافل أو التضامن. في رؤية حركة المجتمع السن عندنا أنواع من القطاعات. عندنا القطاع العام الذي يكون من تمويل الدولة أو مساهمة فيه مساهمة أساسية، وهو يتخصص في القطاعات الاستراتيجية التي يخصص فيها فقط قاعدة 49-51، أو المشاريع الكبرى ذات الاحتياج الأساسي للمواطنين ولكنها غير مربحة